حضارة كلاسيكية، ولكن واحد العدد ديال المعلومات اللي غادي نعطيها باش نبين انعكاسات اختراع الصورة الفوتوغرافية على الفن التشكيلي. كيفاش كان الفن التشكيلي قبل اختراع الصورة الفوتوغرافية؟ شنو هي كانت أول ثورة في الفن التشكيلي وهي الانطباعية؟ ثم وقع واحد العدد ديال الإصلاحات والتغييرات حتى تخلقوا واحد العدد ديال المدارس كبحال الفابية كبحال الوحشية كبحال الشريالية إلى آخره، باش وصلنا اليوم الجميع اللي سميتو كل واحد تيعمل براسو شنو بغا، وكل واحد تيرسم كيف ما بغا، وكل واحد تيستعمل الادوات اللي بغا. هذا هو يعني الموضوع اللي غادي نتكلم عليه اليوم. يعني هذا الموضوع يتماشى ويعني النقابه التي اسستموها مؤخرا والتي تهتم بيعني التشكيل والتصوير، يعني واش كيمشي هذا الشيء في هذا السياق؟ تمام.